وأما السؤال الثاني متعلق بحكم من أنكر عذاب القبر، فهذا بدعة وضلالة باتفاق العلماء، إن الأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته دبر كل صلاة بالاستعادة بالله من أربع، فمن ذلك عذاب القبر. والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، فمن أنكر ذلك فقد ابتدع في الدين، ومن قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة وبلغ بالأحاديث فهذا قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لأنه كذب بالمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم ويعذبون في قبورهم، وهذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يستحق العذاب ممن رجح سيئاته على حسناته. وهذا العذاب قد يكون يسيرا وقد يطول وقد لا يطول، قد يعذب في القبر ويعذب يوم القيامة، وقد يكون عذابه في القبر دون عذاب القيامة، وهذا كله من المسلمات به عند الفقهاء، فلا يلزم أن من عذب في القبر استمر عذابه، ولا يلزم أن من عذب في القبر لا يعذب يوم القيامة، فقد يجمع له الأمران، لأن عذاب الدنيا لم يطهره في قبره فيحتاج لتطهير آخر في نار جهنم. وقال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.